تحكي لي يعني الطلعه من دسوق وبعد يعني ايه اللي ادالك الطموح ده انك في النهايه تحترف في فرنسا وبتحترف في الدنمارك والان في المانيا؟ جت ازاي؟ وهل بقى في يعني كره القدم طبعا حاجه تانية في الماديات والفلوس طبعا. والباسكت برضو، ولكن تنس الطاوله بقى فيه مقابل جيد دلوقتي ولا الحمد لله؟ يعني هبدا لحضرتك طبعا من دسوق. انا محظوظ ان انا اتولدت. بتروح دسوق ولا بطلت؟ طبعا بروح عشان ازور والدي الله يرحمه، وعشان كمان ازور النادي. يعني انا لما بروح دسوق بروح النادي الاول وبعد كده ازور قرايبي. يعني انا مرتبط جدا بنادي. حبيبي استاذ عادل حسنين رئيس نادي دسوق، ده راجل جميل طبعا. يعني انا بحب جدا ان انا دايما اخلي فيه علاقه بيني وبين الانديه اللي انا لعبت فيها كلها. في حد من الاهلي ما زال موجود هناك في النادي الاهلي؟ لا، حد من الاهل من اسرتك موجود لسه في دسوق؟ طبعا في يعني ولاد عمي، وفي في فرع كبير قوي من اسرتنا. جميل. لسه عايش في دسوق الحمد لله. ولما بنزل طبعا لازم دايما اقول لك، لانه معتز عاشور صديق العمر يعني طبعا، وعيله لمونه كان الله يرحمه استاذ عبد العزيز لمونه بقى طبعًا. وهدى لمونه والمجموعه الجميله دي طبعا يعني. حلو. ما هو عشان كده يا كابتن هقول لحضرتك على حاجه. الواحد لما اتربى في بيئه هم مخرجه ابطال. نعم. فانا وخالد طلعنا في البيئه ده دي صحيح. ولقينا عمي الله يرحمه ماهر عصر كان ساعتها هو معاه ابطال كتير. فبقى عندك روح المنافسه عاليه من صغرك، وبقيت ان انت بتلعب النهارده مع الانديه الكبيره اللي هي في القاهره. انت فعلا عايز تكسب وراس براس. بدات الانديه كمان تقول لك لا تعالى. يعني انا كنت محظوظ برضو جدا الحمد لله انا وخالد اخويا ان النادي الاهلي خدنا واحنا صغيرين جدا في السن. وبعد انت كده انت بندسوق على النادي الاهلي على طول. كويس. ودي كانت نقله كبيره قوي. النادي الاهلي بامكانياته وبمدربينه طبعا. والنادي الاهلي بعد كده سمح لي ان انا احترف في السويد. وبعد كده من السويد على فرنسا ودلوقتي الحمد لله في المانيا، اقوى دوري في العالم. اقوى دوري ده اقوى دوري في العالم بيلعب فيه، يعني عارف حضرتك من اول 20 لاعب على العالم في يمكن 12 لاعب بيلعب في الدوري الالماني. لكن بالتاكيد في محطه بتبقى هي الاهم، يعني ألمانيا دلوقتي هي أهم محطة في حياتك طبعا. لكن في محطة وقفتك على رجليك؟ كلهم كان في منهم المؤثر في حياتي. نعم. وهي كمان كانت ساعات بتفرق على نقطة. يعني أنا فاكر ماتش احنا كنا بنلعب نهائي دوري، نهائي أهلي وزمالك. عندي 15 سنة هنا في القاهرة قبل ما تسافر. قبل ما سافر عندي 15 سنة وبلعب نهائي أهلي وزمالك بعد غياب الدوري عن النادي الأهلي لمدة 6 سنين. ده رجال رجال. وانا عندي 15 سنة. كان أشرف حلمي بقى موجود ساعتها والأسماء دي. كان كابتن أشرف حلمي ساعتها هو المدرب في نادي الزمالك. أيوه. وكان دكتور علاء مشرف النادي الأهلي. طبعا ناس محترمة. فحضرتك قاعد عيلة مشرف بقى من أيام دكتور وفيق مشرف الله يرحمه صح. نعم. فعارف حضرتك النادي الأهلي خلاص قال لك أنا هلعب بالناشئين. عشان انا بقالي فتره ما بتوفقش فالعب ناشئين اديلهم فرصه كويس وربنا يكرمنا ونكسب الزمالك. وبقى بلعب 2-2 وخسران 10-8. ده انت والماتش الحمد لله يتقلب نقطه 12-10. فبعد كده الحياه تختلف تماما. ابقى لعيب رجال من سن صغير يسيطر على البطولات. وبعد كده الاهلي يبدا تاني ياخد الدوري لمده طويله. ويبدا بعد كده الزمالك ياخد، بعد كده الاهلي ياخد تاني. فالنقطه التحول يعني عارف حياتك. وفي من دسوق برضو ماتشات لعبتها، وفي مع السويد ومع فرنسا. فهو الحمد لله كرم من عند ربنا كبير ان هو بيخلي في نقط تحول عند الواحد ان هي فعلا بتخليه ياخد بوست كده. ده اللي بيخليك لما بترجع في مصر على طول من غير تفكير بتروح على النادي الاهلي؟ بتتكلموا في فلوس؟ بتتكلموا في حاجه؟ ولا بتبقى الدنيا ماشيه ازاي؟ علاقتي الحمد لله بكابتن خالد العوضي واعضاء مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب طبعا. يعني انا فاكر ان احنا لما خدنا بطوله الانديه العربيه الاخيره كانت بعد الاولمبياد على طول. مظبوط. باسبوع. كانت في الاردن تقريبا. كانت في الاردن صح. كانت في الاردن. وكان ساعتها عايز اقول لحضرتك التجنيس كان شغال الله ينور. الله ينور طبعا. يعني بيجنسوهم اسبوع اسبوع. والانديه الخليجيه بتعمل عروض قويه قوي، بيجيب لعيبه من اول 10 او اول 20 على العالم. والاهلي ما بيجيبش محترفين. لكن هلعب بولادي. يعني مش هجيب حد. فساعتها الحمد لله كسبنا. كابتن محمود الخطيب كلم واحد واحد بعد بعد المباراه النهائيه ضد قطر القطري فعلا. وكسبنا الحمد لله. وعايز اقول لحضرتك مفيش ولا محترف جاب ماتشينه في الاهلي في البطوله دي والله. والله يعني احنا الحمد لله كسبنا ماتشاتنا كلها 3-1. اخر ماتش بلعب مع روبرت جاردوش. ده كان ساعتها رقم اعتقد 18 على العالم او كده. نادي قطر. و2-2 و9-4 لي. والحمد لله الماتش اتقلب وكسبت 16-14 في الاخر. والحمد لله كسبنا البطوله والنادي الاهلي خد درع البطوله. وربنا كرمني الحمد لله خدت افضل لاعب عربي في البطوله.